يا أهلا وسهلا بكم من جديد. نبدأ هذه الجولة من عمدة الرأي والمقالات من أخيرة التيار، ومنها نقرأ للكاتب عثمان مرغني من زاويتها حديث المدينة، والتي جاءت اليوم تحت عنوان أنت شايت وين؟ بطريقة استفهامية. يبتدر الأستاذ عثمان هذه الزاوية ويقول: عبارة أنت شايت وين؟ منتشرة في حوارات وسجالات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عبارة صادقة جدا تكشف مستوى التحاور والمتحاورين. لولا ألوان فانيلة لاعب كرة القدم ربما لما استطاع الجمهور أن يعرف لمن يصفق ولمن يصفر، فالتميز يعتمد على ألوان الفانيلة للدرجة التي يجبر فيها قانون كرة القدم بعض الفرق ارتداء فانيلة مختلفة عن شعارهم الأساسي عند مقابلة فرق أخرى ترتدي ألوانا قريبة الشبه. منصات الحوار تعتمد على مبدأين: إما حوار مبني على القضية والموضوع objective، وهنا لن يحتاج أحد لرؤية لون الفانيلا ولا في أي مرمى يشوت المتحاور، لأنه ينظر فقط في الموضوع. وحوار آخر مبني على أنت شايت وين، وهو الذي يطلق عليه المثل الشعبي السوداني كم طارت غنمايا بطريقة تعجبية. وقصة المثل معروفة، أن رجلين اختلفا في حيوان غريب بعيد عنهما، هل هو طائر أم غنماية؟ وكل منهما يصر على رأيه، وعندما اقتربا من الحيوان طار في الفضاء، فقال الذي كان يصر على أنه غنماية قولته التي صارت مثلا كان طارت غنماية، أي أن الطيران لا يفسد كونها غنماية، رغم أن في الحقيقة والطبيعة. ويمضي الكاتب ويقول: قضايا السياسة ليس فيها حق مطلق ولا باطل مطلق، فهي مسائل تقديرية قابلة للنظر بعدة زوايا، وتحتمل أن يكون فيها وجه غائب لحظة الحوار، تحتاج إلى بصيرة مفتوحة قادرة على استدراك الوجه الآخر إن بانت ملامحه. لكن الإصرار على أن الحق مرتبط بلون فانيلة لن يغير الباطل ويجعله حقا. في تجربتي الخاصة مع منصات التواصل الاجتماعي، أميز بين من يتحاور بحثاً عن الحقيقة ومن يتحاور طمساً لها. فالأول قابل وقادر أن ينظر بأعين مفتوحة لكل ما يعرض أمامه، والثاني معصوب العينين يستخدم مقياس الفارومتر. ولمن فاته من استماع لقصة الفارومتر، فهي تحكي عن رجل ولد أعمى وشب عن الطوق وصار رجلاً وهو أعمى لم يرى من الدنيا شيئاً، لكن بمعجزة نادرة في يوم من الأيام فتحت عيناه وأبصر أمامه، وكان هناك فأر في الغرفة، فلم يرى الرجل غير الفأر، ثم ارتد أعمى مرة أخرى، لم يعد في ذاكرة الرجل البصرية سوى صورة الفأر، فأصبح يستخدمها للتعبير عن الأشياء، فإذا قيل له هذه الشجرة طويلة يسأل يعني قدر كم فار، وإذا قيل له هذا الستار لونه أخضر يسأل يعني أفتح من الفار. كل مقاييسه في الحياة تعتمد الفأر وحدة قياس حصرية، فأطلقنا عليها الفارومتر. وختم الكاتب هذه الزاوية قائلا: احذر الجدال مع مستخدمي الفارومتر.